نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، ونرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن نصر عباس. نورنا يا كابتن. الله يخليك كابتن ايمن، تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل المشاهدين، وتحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء مرغوب، وكابتن علي برحمان، وكابتن احمد. ربنا يكرمك يا كابتن. اهلا. في البدايه كابتن ايمن، بنقول مبروك للنادي الاهلي على الاداء وعلى النتيجه. حظ اوفر للنادي المصري النهارده اللي عمل مباراه، ايضا مباراه جيده جدا. استمتعنا الحقيقه طبعا بست اهداف كابتن احمد، مباراه ممتعه جدا جدا، وهو دوت اللي الناس كلها بتستناه، اللي هي المباراه لما بيكون فيها اهداف. اكيد استمتعنا بالمباراه من اللاعبين النهارده. كان التحكيم النهارده بنقول كابتن ايمن تحكيم الافضل. ما هو التحكيم الافضل يا كابتن شريف؟ العداله كابتن احمد، زي ما قال كابتن شريف بالظبط كده. التحكيم الافضل كابتن ايمن، بالاضافه طبعا لكلام كابتن شريف وكابتن احمد، هو الاقل اخطاء يا كابتن عادل. تحس ان جدا النهارده المباراه ما فيش فيها اخطاء كابتن احمد مؤثره في نتيجه المباراه. قد نختلف في بطاقه صفراء هنا او هنا، ولكن بشكل عام اعتقد النهارده محمد عادل بذل من المجهود البدني. كابتن ايمن خلي بالك، النهارده بنتكلم على مجهود بدني حكم بذله مع المجهود الذهني مع ضغط المباراه. المباراه كانت صعبه في البدايه، وزي احنا قلنا المباراه صعبه نتيجه الفريقين ونتيجه الرغبه في الفوز. اكيد النهارده محمد عادل كان عنده ضغوط على المباراه بخلاف اللياقه البدنيه، ان هو النهارده اشتغل على عنصر مهم جدا، التحمل العام وتحمل السرعه، وازاي كان عنده قراءه مستقبليه لكل الالعاب يا كابتن ايمن، خاصه في العاب الصندوق. خلينا الاول نروح لطاقم التحكيم النهارده اللي ادار هذه المباراه، كان بقياده الدولي محمد عادل، اللي اعتقد النهارده ادار مباراه متميزه. كان عندنا على الخطوط كان عندنا احمد توفيق مساعد رقم واحد، البساطي كان مساعد رقم اثنين، جلال احمد الحكم الرابع، وكان على الفار كان احمد الغندور وكان محمود ناجي. خلينا نروح للحالات اللي حدثت النهارده في هذه المباراه. نشوف حاله من الحالات المهمه جدا جدا جدا. هل هناك في مخالفه لمس الكره بالايد؟ هرجع بس الاول لمحمد عادل. احنا قلنا دايما الحكم بيبقى محضر القرار. هرجع بس للقطه الاولى خالص لايف. ايوه هنا ستوب. هنمشي شويه ونشوف ايد محمد عادل بيشاور ستوب بس. هنا كابتن طالما انا كحكم بشاور كابتن احمد، خلي بالك الاشاره ديت مش اي كلام يعني، ولكن هو شاف من وجهه نظره هنا لا توجد مخالفه. هنحلل اللعبه ونشوف هل في مخالفه لمس الكره باليد ولا لا، ولكن انا ببدي بس هنا الاول. تمركز الحكم كان تمركز رائع جدا في تحديد هل في مخالفه ولا ما فيش. نشوف هنا الكره تصطدم. هرجع من الاول خالص يعني بعد اذن حضرتك، هرجع من الاول خالص. واحنا قلنا هنا معيارنا هو معيار اليد كابتن احمد كابتن شريف معيارنا معيار الايد. هل الايد هي خارجه ولا داخل نطاق الجسم، او ما خدتش حيز او ما كبرتش الجسم؟ نشوف هنا الايد، هنا كره تصطدم، ثم الايد هنا في الوضع الطبيعي اللي هي ايه كابتن، اللي هي مضمومه في الجسم، ما هيش خارجه كابتن احمد ولا واخده حيز، وبالتالي هنا قرار كان قرار صحيح باستمرار اللعب، لا توجد مخالفه لمس الكره بالصدفه يا كابتن، ما جاتش في الايد خالص باليد. يعني انا بقول نفترض لو نفترضنا ان هي جت في الايد، هنا الايد هنا في وضع ايه يا كابتن عادل؟ وضع طبيعي، وضع طبيعي، غير لما يكون الايد مفتوحه. حتى لو حصل اصطدام يا كابتن احمد، يعني حضرتك انت لاعب الكره جت في صدرك وجت في ايدك اللي مش في وضع طبيعي، مخالفه المسافه نفسها يا كابتن بالظبط يعني. احنا بس نمره واحد هو وضع الايد اللي احنا بنتكلم فيه. نمر ونروح للحاله اللي بعد كده. يلا قلنا خلاص يعني دي هنا مفيش مخالفه، وهنا قرار الحكم كان قرار صحيح. وهنا يمكن هقف بس سنه بعد اذنك، هقف بعد اذنك. انا برضك بحيي دور الفار يعني كابتن علاء، اللعبه ما خدتش كتير يعني، اللعبه ديت كان احمد الغندور كان على فيديو، ما قعدش فتره كبيره لان هو راجع بسرعه، لان زي ما قلت احنا يهمنا جدا ان اللعب ما يقفش، ان ما فيش مخالفه، وبالتالي هو ما وقفش فيها فتره طويله واللعبه مشيت، وده اللي احنا بنتكلم فيه كابتن شريف. بعد اذنك بس شفناها من كذا زاويه بالظبط، مش زاويه واحده بالظبط بالظبط، ده اللي احنا بنقول على الاهلي دايما الصوره كابتن، الصوره كابتن شريف بألف كلمه. خلينا نتكلم بامانه لما يكون عندنا اكتر من لقطه. نروح للحاله اللي جايه ونشوف هنا، هنا المخالفه موجوده من احمد جمعه طبعا، هو هنا في تعمد هنا من تحت، الركل من تحت كابتن، هو خلاص لاعب النادي الاهلي هنا عدى بالكوره، واحنا قلنا في البدايه يمكن نختلف مع محمد في بطاقه صفراء او لا. هنا نشوف ليه الحاله ديت من فضلك لو سمحت. هنا النادي الاهلي لاعب النادي الاهلي بيمرر الكوره، ثم بيحصل مع حمدي هنا لا كان لابد احتساب المخالفه
وانا شايف ان هنا كان في انذار للتهور كابتن علاء. زي ما قلت احيانا الحاجات دي بردك في المباراه مش بنقف عندها قوي، زي ما قلت دي حاجات بتبقى اخطاء تحكيميه مقبوله كابتن عادل. يلا خلينا نروح هنا بس نفتكر ان هنا في مخالفه، مخالفه الانذار بالمعيار، بالمعيار. واحنا قلنا المعيار لابد ان يكون واحد، يعني احنا قلنا اللي فاتت كانت من احمد جمعه وكانت تستحق البطاقه. انا برضك بقول لمحمد انت هذه اللعبه، هرجع تاني بس هشوف محمد طاهر محمد هنا، يعني هو راجل هنا حط رجليه على الارض يا كابتن، ما راحش كمان لرجل اللاعب. في قوه وهو بيحط رجليه، ولكن انا شايف ان المخالفتين هنا كان يجب على الحكم. في اللي فاتت كان يدي بطاقه، اشهر بطاقه، وهنا هو هنا اشهر البطاقه اللي طاهر محمد. نروح للحاله بعد كده، احمد جمعه تاني. هو تنافس مفيش مشكله خالص، والتنافس مشروع ما بين الاثنين اللعيبه، وطول ما في كره كابتن ايمن التنافس لابد يكون موجود. هنا الكره تنافس ما بين لاعب النادي الاهلي ولاعب النادي المصري، ونشوف هنا الايد هنا لطشه في الوجه، دي على طول اوتوماتيك على طول، مفيش فيها هزار هنا، انذار للتهور. عارف يا كابتن هنا لطشه بالايد، بالايد لطشه غير الكوع. ايوه لما يكون في كوع لا دي تفرق كتير، بتبقى فيها بطاقه حمراء كابتن احمد. انا بس بدي تفسير للقرار هنا، البطاقه هنا للتهور، والتهور موجود يستحق بطاقه. نمر ونشوف في الحاله اللي بعد كده، حاله من الحالات ايضا المهمه جدا 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 جدا. نشوف كره تسدد من محمد اشرف ثم بترد في لاعب نادي المصري وترجع تاني، هنشوف هي ردت فين يا كابتن، ونشوف فين الايد تاني. بنتكلم على عنصر مهم هو معيار الايد. نشوف هنا الايد مضمومه في الجسم، يعني خلاص الراجل يعني فين؟ هيوديها فين؟ يعني حتى لو انت شلت دي من جسمه الكره هتروح فين يا كابتن شريف؟ مظبوط في الصدر، في الصدر، صدره في صدره. دي حاله برضك من الحالات المهمه جدا جدا. نشوف محمد، محمد، نشوف محمد، نشوف محمد هنا في استمر اللعب. طبعا هنا هناك مخالفة واضحة جدا جدا على الرغم ان محمد كان قريب. هات لي يعني تمركز الحكم كده بعد اذنك. هو كان قريب جدا، هات لي تمركز الحكم كده، تردد فيها برضه. يلا خلينا نروح كده ونمشي، وهقول لك اقف امتى، هقول لك اقف امتى، هقول لك ستوب. خلي بالك هو تمركز رائع جدا يا كابتن، تمركز هايل، وخلي بالك ما فيش حد هنا حاجب الرؤية على محمد. مش بلمسه العذر، ولكن احيانا القرب قوي قوي يخلي الحكم احيانا ما يشوفش اللعبه بشكل واضح. صحيح. ما يخلي يعني طول ما انت قريب قوي عامل زوم على اللعبه كابتن عادل ما بيشوفش تفاصيلها قوي. هو يمكن ما كانش مركز هنا تحت، هل كان في عرقله، وبالتالي هو كان عارف ان في الفار موجود، خلى اللعبه تواصل. وزي ما قلت هنا بنشوف المخالفه هنا، هل في مخالفه ولا لا؟ هنا المخالفه موجوده من لاعب نادي الاهلي، العرقله واضحه جدا جدا، وهنا الفار جاب له البوينت اوف كونتاكت، هي داخل منطقه الجزاء كابتن ايمن كابتن علاء، ويا ركل الجزاء بردك ما خدتش كتير. وده اللي احنا بنطلبه، بنقول دايما الالعاب اللي هي بتتعاد دايما طالما في الدقه وطالما في استخراج نتائج صحيحه ما عندناش مشكله يا كابتن عادل. نمر ونروح للحاله اللي بعد كده. انا شايف هنا انذار. طيب محمد انا بس بقول لك الراجل خلاص هو طالع من اقرب نقطه، يعني هو ما عندوش نيه حتى ان هو يضيع وقت، يضيع وقت. كان يجب يعني كان يجب عليك، احنا يعني زي ما قلت لك هو ما خرجش من الناحيه الثانيه وما تاخرش في التاخير، ولكن هو كان مصاب وبالتالي هو خارج من اقرب نقطه. ما كان يجب من وجهه نظري ان يعني البطاقه كانت فيها استعجال كابتن، واعتقد ان في واحده في الشوط الاول ده لاكرم توفيق، لاكرم توفيق، لاكرم توفيق وضيع وقت. انا قلت ايه في كابتن ايمن؟ قلت احنا محمد عمل مباراه هائله جدا جدا، واكيد هتبقى في اخطاء، ولكن هذه الاخطاء الصغيره محمد ما تهربش منك يعني. صحيح. ليه احنا قلنا الاخطاء انت الكبيره مشيت بيها كويس، ولكن اخطاء الانذارات دي ممكن انذار بقى في انذار يحصل انك انت تشهد بطاقه حمراء وبالتالي تبقى مشكله. صحيح. نروح ليه اعتقد دي الحلقه الاخيره اللي كانت موجوده مع الانذار. بشكل عام بنقول ان النهارده حكم الميدان محمد عادل، هو احنا قلنا التحكيم الافضل كان افضل النهارده مع احمد توفيق الحكم مساعد رقم واحد، مع البساطي، مع احمد، مع جلال احمد، ومع الفار النهارده كانوا كلهم هي طبعا عملوا مباراه كويسه جدا نتيجه التركيز، اليقظه، الاهتمام. لو انا كحكم كابتن شريف تاني بقول حكم اللي بيبقى نازل كابتن علاء مركز مهتم
بيعرق بيجتهد بيشتغل على نفسه، اعتقد ربنا بيوفقه، والنهارده هم ربنا وفقهم في هذه المباراه. نتمنى اللي جاي يبقى لا يقل عن هذا المستوى. واخيرا مبروك للنادي الاهلي مره ثانيه. بارك فيك كابتن، شكرا جزيلا خبيرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن ناصر عباس. وبنتهي الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين بلصن لنهايه استوديو التحليلي لمباراه الاهلي والمصري في الاسبوع 32 للدوري المصري العام الممتاز لكره القدم، والتي انتهت بفوز النادي الاهلي 4-2. الف مبروك للنادي الاهلي وبالتوفيق دايما ان شاء الله. في النهايه حابب اشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم، الف شكر يا كابتن، شرفتنا ونورتنا. الف شكر كابتن ومبروك وقبل جاي ان شاء الله، والف شكر الكباتن كابتن عادل عبد الرحمن، مبروك يا كابتن ومبروك على الثلاث نقاط واللي جاي افضل ان شاء الله. كابتن علاء مهوب، الف شكر يا كابتن، نورتنا. الله يخليك يا امان، والف مبروك للنادي الاهلي. كابتن احمد جوال، شكرا يا كابتن، نورتنا. ربنا يخليك كابتن، تسلم. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر. لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي.